The Yellow Rose اللي هي يبون فيها الفرس ما شاء الله الزين هذا طيب. Cadillac. الآن حنا في الميد بوينت ويسار 1193 ميل. شوف أنا السيارة اللي موجودة الناس تتصور ونجالس أنا والناس كلها تشجع وتناظر. هلا والله ومرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا حيوم حياكم الله يا جماعة الخير من هنا من مدينة صغيرة in the middle of nowhere في تكساس اسمها تشيلدرس. هذه المدينة اللي أنا فيها من صغرها المدينة عدد سكانها بس 5000، وهذا يعرف هذا وهذا يعرف جارة وهذا يعرف الدنيا. وبشركم افتحوا عندهم ستاربكس وما شاء الله عليها الزحمة والناس مقبلة عليه ويعتبر من أزحم ستاربكسات اللي شفتها. فيلا بسم الله خلونا ننطلق في جولتنا اليوم، نبي نروح لبعض المناطق وبعض الأماكن كذا اللي من هنا راح تعرفونها إن شاء الله وراح تستمتعون فيها. فيلا بسم الله خلونا نبدأ. وقفت هنا عند الفود تراك بشوف ايش قاعد يبيع. غادي ناكل لي لقمه تاكو وايت توريتوز. يبيع هنا عنده تاكو، يبيع ستيك والحركات اللي عنده في المنطقه اللي هنا مسوي فود تراك الله يرزقه. يقول لي اذا تبي ب $5 و$6 عندهم التاكو يسوي لك ستيك مع بيض. قلت له شويات بس خله شويات بعدين نجيهم. والآن يا جماعة الخير أنا وصلت إلى منطقة اسمها أماريلو، كذا تنطق بس هي أماريو. أماريلو هذه موجودة في الجزء اللي ماخذته تكساس بين أوكلاهوما وبين نيو مكسيكو. يطلقون على المدينة هذه اسم The Yellow Rose اللي هي الزهرة أو الوردة الصفراء، لأن أماريو اللي هو اسم أسباني معناته الأصفر، فهم اطلقوا عليها الاسم هذا. أكثر الأماكن اللي يجونها الناس هنا اللي هي الكاديلاك رانش اللي تكون هناك، وهذا الجيفت شوب حقهم، وهذا الرجال الطويل اللي مدري هذا يريبريزنت او يمثل الكاوبوي. شوف ايش طوله، شوف هنا بعد حاطين لك هذه اللي يضربون فيها الفرس لو كانوا راكبين الكاوبوي. شوف ايش كبر ما تتحرك، شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا هذا كانه شخص داخل قاعد يسلم عليك اللي معلقينه هنا العمل الفني. هذا علم امريكا وهذا علم ولايه تكساس. جيت المحل يقول لك سمايل يو ار ان كاميرا عشان يعلمونك ابتسم انت طالع في الكاميرا، يعني ترى انا مراقبين السالفه والوضع كله تحت السيطره. المنطقه هذه اللي هنا مخلينها الار في بارك اللي مسافرين وكذا يقدرون يجون يوقفون هنا الار في يشحنون يسوون يفرغون يسوون الشغلات اللي يبونها بعدين يكملون. شوف الارض كيف كذا معبيه ما شاء الله تعالى بينتينج. هذا انا بعد شي بيع. والان يا جماعه الخير في اماريلو او اماريو جيت المكان هذا الهيستوريكال اللي هو تاريخي. خلنا اقول لكم سالفته وليش هو يصير تورست اتراكشن اللي الناس كلها تجي توقف عنده. شوف السيارات اول ما تدخل هنا البينت عندك هذا بعد يبيعها هنا ما شاء الله الزين هذا طيب. هاي Hello, how you doing today? Good, how are you? Good. Have a look at these souvenirs, man. Yeah, what's these? We take the paint chips and carve them, then we embed them in the keychains, necklaces, and everything. Oh, do you have? How much is the paint? I don't sell spray paint. They sell spray paint at the trailer, but I don't. هذه يبيع الشغلات تحطونها على الثلاجة، الماجنت، المغناطيس. عموما شوف الدخلة كيف من هنا. زحمة ما أدري هذا ولد ولا بنت. عموما ما علينا منهم. هذا بعد صاروا هنا. أخ 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 أخ. شوف الأرض الزراعية اللي هنا موجودة، شوف الجهة اللي هناك الناس عليها، شوف هنا ما شاء الله تريلر كاديلاك رانش. طيب خلنا أحكي لكم على المكان قبل أوصل له. هذا هنا يبيع الصبغ، من هنا الواحد يقدر يشتري. موجود مسجل تقدر تشتري الصبغ الرشاش هذا، تروح المرش هذا الصبغ اللي البخاخ عفوا تروح وتقدر تصبغ الكاديلاك اللي شفناها قبل شوي الكادلك. طيب اللي هي الكادلك رانش أو الكاديلاك رانش، كادلك اللي هي كادلك، رانش اللي هي مزرعة الكادلك. ليش سموها مزرعة الكادلك؟ طبعا النطق الامريكان ما ينطقوا لك الكادلك كادلك، ينطقونها كاديلاك 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 كذا اسمها عاد هم ينطقونها. لو قلت له كادلك يقول لك وات ايش تقول؟ قل له كاديلاك كاديلاك. الكاديلاك هذه يقول لك في واحد اسمه سانلي مارش ذا ثيرد اللي هو يعني سانلي مارش الثالث الجهه الثالث عام 1974 قالوا خلنا نسوي الاعمال الفنيه كانت منتشره يسمونها كذا اعمال فنيه. فراحوا جابوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 فراحوا جابوا 10 من سيارات الكادلك وراحوا وخلوا رؤوسها بالارض
وظهورها فوق، الدبه فوق والكبوت داخل تحت كذا في الارض، يعني زي ما غرسوهن غرس. ليش؟ قال والله عمل فني، الناس تحب كذا الاعمال الفنيه، والرجال هذا قال يلا ما عندنا مشكله وتبنوه، مشت عليها الناس فتره طويله. ولكن بعدين تغير من عمل فني وخلوه تورست اتراكشن، يخلون الناس السياح والغيرها الناس تجي هنا وتحاول تدخل على هالعشر كدلك هذه المغصوصه وغايصينها كذا غاطسه بالارض، ويلا ياخذون لك بس السبراي بدون يطقطقون عليها. الناس الحين صارت كل واحد يشتري من هناك الصبح حق البخاخ ويبدا هنا يبخبخ ويبدا يكتب اللي به. شوف الطبقات حقات الصبغ اللي حاطينها الناس، كل ما جاء حد كتب له شغله بعد 10 دقائق يجي الثاني يصبغ عليها، يعني ما تدوم 24 ساعه الا اذا رحت اخترت مكان كذا فوق في التب فوق. عموما يا جماعه الخير، هذه هي الكاديلاك رانش، صارت العالم تجي توقف عندها. على كلامهم انهم اول ما عمروها يبون يخلونها صافه زي الاهرامات اللي موجوده في الجيزه في مصر، على اساس تكون على نقطه واحده وعلى ارتفاع واحد، وما ادري سالفه ان غروب وشروق الشمس يكون شيء كذا يعني هم ناويينه، ما ادري شلون يقولك على هذا كلامهم بالعمل الفني. طبعا قبلها كانت هذه على بعد 5 كيلو داخل في المدينة، ولكن قالوا يا ولد المدينة راح تتطور علينا كذا وراح تكبر معنا، شو السالفة؟ فراحوا عام 1997 وانقلوها وجابوها للمنطقة هذه اللي هنا. وكان من أكثر الشغلات اللي تخليها مشهورة مرة والناس تجيها إن الروت 66 هذا الهستيريكال، يعني أقدم روت أقدم طريق في أمريكا اللي يمتد من لوس أنجلوس في سانتا مونيكا إلين شيكاغو، يكون قريب من هذه الكاديلاك الكاديلاك رانش. فالناس تجي هنا توقف وتبدأ تشوفه وتتصور معاه وتأخذ لقطات وتبدا تصبغ، يجيك الواحد كذا من غل داخليا يروح يفشخ له بالصبغ والرش على هالسيارات هذه اللي هنا مدفونه. العالم والله بس تصبغ ما شاء الله. هذا ما شاء الله الطويل قلت له هلا اني ابي اخذ صورته معي يتصور اساس احطها في اليوتيوب، قالوا واو ايش اليوتيوب شانل، فاعطيتهم. عموما يا جماعه الخير، شايفين الناس كيف تسوي بينت وتبدا وتروح وتجي. بقول لكم سالفه على اسم الرجال هذا اللي هو سانلي مارش ذا ثيرد. هنا في امريكا اسم الاب ما يستخدم ابدا، يقول لك ايش دخلك احط اسم ابوك، يعني ايش دخلني انا؟ فلذلك دائما يستخدمون الفيرست نيم واللاست نيم، اللي هو اسمك الاول واسم العائله او اسم القبيله اسم العشيره اي شيء. فلذلك شو تقول دائما؟ تقول فيرست نيم لاست نيم، بس اسم ابوك هنا مره ما تنطق ولا لك شغل فيه ابدا. لكن هم عندهم شيء اسمه الميدل نيم، الميدل نيم يختلف، ولكن ثقافه الميدل نيم الاسم الوسط عندهم، انت اول ما تنولد اهلك يعطونك اسم ميدل نيم اسم وسط. فاحيانا تقول لك انا اي جو باي ماي ميدل نيم، يعني انا لا تناديني باسمي الاول، ناديني باسمي الاوسط، ما له شغل اسم ابوك. مثلا شخص اسمه احمد واسم ابوه محمد، لكن اول ما يولد اهله يعطونه مثلا احمد حمد، هذا اسم الحالة احمد حمد. محمد اسم ابوه، خلاص اسم ابوه ما له شغل، فيقول انا نادوني احمد او نادني حمد. احيانا يجيك يقول لك انا اي جو باي ماي ميدل نيم، اروح باسمي الاوسط، نادني حمد. حمد ما له شغل اسم ابوه، بس هذا اسمه الاوسط. بعض الناس عندهم اسم وسط اللي هو ميدل نيم، بعض الناس ما عندهم. فهذه في الثقافه الامريكيه موجوده ومنتشره كثير. شوفوا من داخل كيف صايره، ما بقى بها شيء ضابط او شيء ريموفبل، يقدرون الناس يزيلون اللي اخذوه وصادروه الناس، ما بقى غير الحديد وقطع الحديد. هذه هي في الكاديلاك الكادلك. اليوم تعلمنا يا جماعه تنطقها بالنطق الامريكي كاديلاك مو كادلك، كاديلاك. لما الناس تبدا تصبغ وتخلص وتفش الدنيا وتستمتع، ما يقومون يرمون العلب هنا، تصير وسخه والمكان مره يعني مليان علب وكذا، فجايبين هنا لهم اسطول يحطون فيها بقايا العلب. شوفوا حتى هذا اللي يبقى فيه والله يقول لغير احلله يبدا يقوم يرشرش على السطل، فشوفوا كيف مليانه دي. هذه مليانه، هذه مليانه، هذه مليانه، يعني نص ونص، انا قلت هذيك مليانه هي نص ونص. فهذه شوف كم العلب، وهذاك فاتح هناك بسطه يبيع الصبغ، ويلا احلى بسطه في المكان هذا. تعرفون كم موديلات الكدلك هذه اللي حاطين العشره كدلك هنا؟ موديلات سيارات من 49 الى 63. وهذه يا جماعه الخير سالفه الكاديلاك رانش، كيف بدوا المزرعه هذه حقت الكدلك. شوف كيف السيارات 10 من الكدلك. جاء سؤال الناس كانت تسال ليش غطسوهن كذا 10 كدلك لهالدرجه فسقانين بالايام هذيك؟ قالوا لا انه هو كان يعني ها قام يقول بالاجابه ان الشخص اللي قام يسوي الشغله هذه ان ابوه عنده فلوس وما ادري من السوالف هذه، ولكن ما حد يدري. يلا الان يا جماعه خلونا نطلع من هالكاديلاك رانش من مزرعه الكدلك، نروح نشوف مكان ثاني ونسولف لكم عنها. Good one. Two.
شوف حتى هنا بعد صابغينه، بقايا الصبغ اللي كذا هنا صابغينه. العالم رش والأرضية. والآن يا جماعة جيت عند بلدة عدد سكانها حوالي 100 شخص، ولكن فيها شيء مميز مرة في المنطقة هذه اللي هنا، اللي في منتصف الطريق في منتصف الصحراء. الشيء المميز اللي هنا اللي هو إيش؟ ميد بوينت كافيه. هذه هي ميد بوينت كافيه. وش سالفة الميد بوينت كافيه؟ شوف حط هناك السيارة الكدلك. هنا يا جماعة الخير شايفين الخط هذا اللي في النص اللي حاطينها الأبيض هذا؟ شكرا لكم عدو، الله يعطيكم عيسى. لا لا ما قطعت التصوير. عموما هذا الخط يا جماعة الخير هو الميد بوينت في هالنقطة هذه. لو وقفنا هنا الآن حنا في الميد بوينت اللي هو النقطة اللي بالنص اللي بين روت 66 لا رحت للجهة هذه إلى شيكاغو، وروت 66 لا رحت في الجهة هذه إلى لوس أنجلوس سانتا مونيكا. النقطة يمين يكون 1193 ميل ويسار 1193 ميل، وهنا منتصفها، فهذه هي بالضبط في النص. حاطين لك اللوحة هنا ويلكم ميد بوينت. فهذا المكان يعتبر مرة تاريخي، ويعتبر مكان مرة الناس تجي هنا وتحاول تتقهوى وتاكل في الميد بوينت كافيه. صاحبة الميد بوينت كافيه ذكية مرة، تقول أنا أول ما بديت أشتغل هنا في المنطقة هذه وأحب الديرة هذه، 100 واحد تقريبا اللي ساكنين، تقول بديت أشتغل أول شيء في محل حق ملابس، أبيع وأحط الملابس يمين يسار وأضبطهن شوي شوي لين بديت أشتغل في الكافي اللي هنا، لين ما فتحت الكافي وصرت أنا الأونر، أنا المالك حقت الكافي اللي هو ميد بوينت كافيه. ومو بس يبيع كافيه وكافي وغيره، يبيع سندويتشات، يبيع حلويات. هذا الكافيه اللي هنا انا اتصلت عليهم فقالوا انهم مسكرين لمده شهر كامل. هذا يا جماعه الكافيه الميد بوينت كافيه، طبعا مسكر. كلمتهم انا اتصلت عليها قلت يا بنت الحلال افتحينا شوي، قالت والله انا شهر كامل مقفلين ما راح نفتح الا بعد شهر، لانه ما ادري عاد ليش الغرض، قالت عندنا بعض الاجراءات وبعض الامور اللي بنتخذها. قلت أجل موفقين. لكن هذا الكافيه من داخل في شغلات كذا خفيفة هستيريكال، وداخل حاطين لك وظهر مو مبين عاكس القزاز بس، ها كله عن روت 66. وهذه هنا عندنا الكدلك اللي حاطينها والمكان اللي ورا. بعض الناس يسوي الرحلات على روت 66 هذا اللي هنا الطريق، ويبدون يجون من شيكاغو إلى لوس أنجلوس، أو يطلعون من لوس أنجلوس إلى شيكاغو، فهذا دائما لازم يوقفون فيه الميد بوينت كافيه. كان ودي انها فاتحه هذه، بس روح ناخذ لنا كذا فنجان قهوه نعيم لله خير فيها المنتصف الطريق، تكون انت شربت قهوه في نصف الطريق التاريخي الممتد من شيكاغو الى لوس انجلوس، ولكن مسكره المنه التبت. الله يستر عليك. والآن يا جماعة وصلت عند The Big Texan. هذا من أشهر المطاعم اللي موجود في أمريكا، موجود هنا في منطقة أمريلو، وتقريبا على الروت 66. يعتبر شيء كبير مرة وشيء مرة مشهور في أمريكا. ليش؟ شوف اللوحة هذه يا جماعة الخير من أول ما افتتح في عام 1960 كان في شخص اسمه باب. باب يوم ناظر شاف الروت 66 اللي يجي من هنا قال يا جماعة الخير في كثير ناس جاية، ليش ما اروح افتح لي مطعم واخلي هالناس تتذوق الستيك الصحيحي الحقيقي حق تكساس. وبالفعل افتتح ذا بيج تكسان. وهذه اللوحه اللي تشوفونها فوق من اول ما افتتح من 1960 وعليها اللوحه اللي فوق، والان هذا المطعم شوفوا ايش كبره من هنا. في عباره مشهوره دائما تقول everything is bigger in Texas، صح؟ شوف هنا ايش كاتب بعد، هو حاط لك yes everything's bigger in Texas. شوف هنا السيارة اللي موجودة ناس تتصور عندها، حاطين لك القرون هنا، وشوف هنا في ناس تقل داخل السيارة، وهذا القرون هذا الخروج معاه، هذا هو على الشارع. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن الزحمة اللي عليه، لأن الناس تتعمد توقف فيه.
المطعم هذا مسوي تحدي، والتحدي هذا مرة مشهور وزاد من شهرة المطعم هذا اللي هنا. وش التحدي؟ يقول لك إذا كلت أكثر من 4.5 باوند راح يعطونك يعني حوالي أكثر من كيلوين كذا لحمة ستيك مع شوية سلطة وشوية الأمور هذه، تكون وجبتك مجانية. وهذا شيء خلى العالم كلها تجي هنا وتحاول تجرب التحدي والدنيا والعالم، وزاد من شهرة المطعم هذا. ولكن ليش سوى التحدي هذا؟ فبعد ما سوى التحدي اللي هو أكثر من 4.5 باوند حوالي أكثر من كيلوين بشوي، بدت الناس تجي هنا وتسوي وتجرب التحدي ويا لطيف، وصارت الناس تصور فيه يوتيوب وأخذوا عطا. فهو ليش بدأ التحدي؟ شوف ما شاء الله. Yes, thank you. ما شاء الله مرة زحمة، مرة زحمة المطعم، الناس واقفة سرة. شوف رأي الناس سرة مرة، بس تأخذ رقم على أساس بس يلقون طاولة. هنا مخلي لك الألعاب، شوف شوف هنا يا جماعة كاتبين The world's famous 72 ounces free steak. هذا هو اللي عندهم. إذا كنت تقدر تأكل الستيك القطعة هذه مع السلطة، طبعا في شرمب هنا مع سلطة والسلطة الثانية، وهنا قطعة بطاطا شاوينها داخل، وهذه بعد السلطة الثانية مع الخبزة، تكون لك الوجبة فري. ولكن إذا ما قدرت تأكلها راح تدفع 72 دولار غصبا عنك. هذا التحدي، تقدر تأكلها مجانا، ما تقدر تأكلها ادفع الفلوس. إذا خلصتها بأقل من ساعة تفوز إلى ساعة، لكن إذا تعدت عليك الساعة تدفع 72 دولار، وإذا ما قدرت تكملها تدفع 72 دولار، وإذا قدر الله أنك شوي ها غصيت رجعتها تدفع 72 دولار. شوف أنا بعد اللعبة. قدام الناس اللي بيسوي التحدي يجلسون هنا ويحسبون لك الوقت، يقولون يا الله الحين بيأكله بأقل من ساعة، ويبدأ يشتغل لك 60 دقيقة هاي تبدأ تنقص معاك، ونجالس هنا والناس كلها تشجع وتناظر. فيكون نوع من الفعاليات اللي يسوونها الانترتينمنت هذه هنا، يطبخون لك يا هناك ويجيبوا لك يا هناك. كيلو وين من يقدر له؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. باب المالك، شلون بدا فكرة ان اللي ياكل 4.5 باوند ياخذ الستيك فري كذا خلاص؟ يقول ان في احد الايام دخلوا عليه مجموعة من الكاوبوي جوعانين مرة، فكان في واحد منهم مرة جوعان، قال اسمع عطني بقرة كاملة باكلها الحين خلاص انا من شدة الجوع اللي عندي. فراح جاب للكاوبوي هذا لحم وقال له يلا كل يا طويل العمر رح يلا ها. فيقول قام ياكل وياكل إلين ما أكل 4.5 باوند اللي هو أكثر من كيلوين، وقال بس ترى خلاص شبعت مرة. فلما شبع مرة قام هذا باب فكر بالسالفة، قال يا ولا تدري شلون؟ يلا براسك تم، أي واحد ياكل 72 أونس اللي هي 4.5 باوند اللي هي كيلوين يكون لها الأكل فري مجانا من عندنا من المطعم هدية، يلا روح. وبدت السالفة هذه مستمرة ولها أكثر من 50 سنة وهم ماشيين على نفس النمط. ومن يومها يقولك ناس كثير جربوا التحدي وفشلوا، تقريبا حول 70,000 شخص من سنين هذيك حوالي 50 سنة، أكثر من 50 سنة وفشلوا، حوالي فقط 9,000 كذا اللي فازوا في التحدي. وإلى اليوم هذا أسرع شخص أكله هي امرأة أكلته ب5 دقائق وخلصت ستيك وخلصت الوجبة هذه وخذتها مجانا. فالمركز الأول إلى الآن مرأة أكلته ب5 دقائق. ممكن الواحد يفكر بالتحدي، بس أحس اللحم ثقيل مرة، كثير كيلوين لحم يسكر على بطنك ممكن مستقبلا. وأصلا لو كان اللحم هذا موجود يعني لو ما في السلطات والأمور اللي حوله ممكن الواحد يقول يلا خلينا نجرب، ولكن أحسه مرة كثير، اللحم دائم يقفل على المعدة. إذا لك يوم مار من عند ماريلو وجاي تكساس لا تنسى المطعم هذا وجرب الستيك، طبعا داخل ما شاء الله زحمة مرة ولا زالت الناس رايحة جاية عليه. ومن عند اللوحة هذه حقت المطعم اللي شايفينه هنا اللي مشهور مرة في تكساس يا جماعة الخير، نكون وصلنا لنهاية الفيديو حق اليوم، نهاية فلوق اليوم. إن شاء الله عجبكم يا جماعة الخير، استمتعتم أخذتم فكرة انبسطتم، ولا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، ونشوفكم إن شاء الله الفيديو القادم يا جماعة الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.